أما هلأ وصلنا لمساحة خاصة، ويمكن بكل بيت عنا صيدلية منزلية، رف خاص للأدوية، علبة خاصة على جنب بنحط فيها مجموعة أدوية ممكن بنستخدمها، وممكن أدوية قديمة عنا موجودة بالبيت. ولكن بهي المرحلة اللي نحن عم نمر فيها من السنة الماضية إلى الآن، المرحلة اللي فيها انتشار وباء كورونا وكثير من الأمراض، يمكن الاعتناء بالصيدلية المنزلية لازم يكون مختلف. يمكن حتى اعتنائنا بنفسنا وبطريقة أخذنا للأدوية كمان لازم تكون مختلفة. رح نتعرف على كل هالمعلومات ونصائح مهمة للصيدلية المنزلية، وتعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة سما ناولو. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك صباح دكتورة الخير. صيدلانية، يسعد أوقاتك. تسلمي. خلينا نبلش مع حضرتك. يعني دائما الناس بتسأل أهمية صيدلية المنزل، هل هي فقط للجروح والحروق والإصابات اللي ممكن تطرأ بالمنزل سريعا، ولا لا صيدلية المنزل لازم يكون موجود فيها أدوية معينة ممكن ياخذها طبعا أفراد الأسرة في حال انصابوا بشيء معين؟ تمام. هلا الصيدلية المنزلية مهمة كتير انه نحن يكون في عنا شغلات غير بس هي للجروح وضمادات ولاصقات. هلا مثلا واحد من الامثلة انه يكون في عندها طفل صغير، الام ترتفع حرارته كتير بالليل، فهي لازم يكون في عندها خافض حرارة مناسب لعمر طفلها محضر سابقا عندها بالبيت، بدون ما هي تعرف انه انا ممكن بهاليوم يرتفع حرارة. صحيح. شغلة تانية انه المشكلة هون غالبا انه الصيدلية المنزلية اكتر عم تكون كنقمة، لانه دائما عنا الادوية كل شيء بيزيد بنحطه، بنخبيه مثلا دواء التهاب ما خلصناه بنحط نص العلبة بالصيدلية، بتلاقي كتير كتير ادوية عنا دائما بس لتفتحي بس ما بتعرفي كل دواء لشو. والمشكلة لما حدا ينصاب انه نحن بنطلع كل هاي الادوية ومنحاول نعالجه بالشي الموجود يعني عنا. فاول شغلة لازم تكون هي كتير منظمة، نحن نعرف شو الادوية اللي عنا، شو لازم يكون في عنا. في مواسم مثل فصل الشتاء بتزيد فيه امراض معينة، انا باخذها بعين الاعتبار انه انا ممكن يصير في عندي زكام، ممكن يصير في عندي شغلات تانية، بحط الادوية هي اكتر فيها. مثلا قصة تاريخ الصلاحية كتير لازم ننتبه عليه، يعني دائما بنلاقي أدوية خالصة من سنة وسنتين وهي لسه موجودة، فهي كتير كتير مهمة. في عنا كتير أمراض لازم نحطها بعين الاعتبار ونخلي أدويتها موجودة، وبنفس الوقت الأدوية اللي لازم تتاخذ حصرا باستشارة الطبيب مثل أدوية الالتهاب وشرابات الالتهاب للأطفال، ما بيصير نحن أبدا إنه نخليها عنا مشان ما نستخدمها بأي وقت نحن بدنا إياه. أكيد. طيب دكتورة، خلينا نحكي كمان اليوم نصائح وقائية وخصوصا بفصل الشتاء، ويمكن في اقترحتي أنت، خليني أقول، ودائما بتنشري نصائح توعوية على صفحتك، أنه يكون في عنا شيء اسمه رف المناعة بهي الصيدلية وخصوصا بهذا الفترة، بفترة جائحة كورونا. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر. تمام. هلأ بفصل الشتاء نحن بالعادة بنشوفه أنه بتزداد الأمراض فيه. واحد من الأسباب هو البرد، يعني حتى الكبار بالعمر إصابتهم بنوبات قلبية بتزداد اختطارها بفصل الشتاء، فلهيك نحن كتير لازم نكون واعيين بهذا الموضوع، خاصة أنه هلأ جاي موجة كتير قوية من كورونا. لهيك نحن لازم ناخذ شغلات بعين الاعتبار لحتى نحن نقوي مناعتنا ونقوي جسمنا. واحد منهم أنه إذا في عنا أطفال وهلأ دخول مدارس، نحن كتير لازم نوعي عن قصة النظافة الشخصية، عن قصة أنه لازم يكون دائماً معه مثلاً معقم صغير، ما يصير تبادل الأدوات الشخصية. تبادل الأدوات الشخصية تماماً. فهي أول شغلة. تاني شغلة الرياضة، لأنه بالشتاء بتخف حركتنا، وبالتالي الرياضة رح تنشط لنا الدورة الدموية ورح تزيد من مناعة الجسم. ثالث شغلة الغذاء. هلأ رف المناعة أنا هلأ عم بحكي عنه أنه دائما عم نحكي لازم نرفع مناعتنا، لازم نرفع مناعتنا، بنجيب مثلا عكبر بناخذ وحدة ومننساها. فأنا برأيي أنه لازم هلأ بكل بيت يصير في عنا رف بالصيدلية المنزل أو بالمطبخ، نحن عنا بيكون فيه الشغلات اللي نحن بترفع لنا المناعة دائما
موجودة قدام عيوننا، مشان نحن دائما لأطفالنا ولإلنا ولأهالينا بنضل نحن عم ناخدها دائما. يعني عنا مثلا العسل، نصير نحلي المشروبات السخنة هلا بالشتاء بالعسل، هذا كتير بيرفع المناعة، حتى هو يعني الالتهابات بيبعدها تمام وبيحاربها. في عنا العكبر، هلا العكبر حتى ما بنصح بالحبوب السكرية تبع العكبر لانه هي نسبة كبيرة سكر اكثر من العكبر، اكثر من العكبر بكثير. فانا بنصح هلا بالصيادلة كلياتهم عندهم النقوط، وفي للاطفال بطعمة كثير طيبة وبيقدروا يتقبلوها، وفي لنا. فنحن لازم يكون في عنا للاطفال وللكبار من العكبر، ودائما هو قدامنا. انا دائما اتذكر اعطي طفلي منه. مثلا في عنا الزنجبيل، نحن نخلي زنجبيل دائما عنا، نزيده لمشروباتنا الساخنه، للشاي، للشاي الاخضر دائما يعني نحن نحطه. حبه البركه كثير بتزيد من المناعه كمان. نرشها على الطبخه، يعني هي ما يعني ما بننتبه عليها، بس اذا هي بتكون موجوده عنا خلص تتذكري دائما بكل مره انه انت تحطي تمام. فهذا هو انا بالنسبه لي يعني رف المناعه. والفيتامين سي طبعا هذا اساسي صار، وخاصه بفصل الشتاء كثير بيرفع المناعه، وهو مضاد اكسده، انه هو دائما يكون موجود قدامنا. اكيد دكتوره، في ناس بتفهم رف المناعه او بتفهم قصه انه انا اخذ شيء لحتى ارفع مناعتي بالادويه والفيتامينات من دون ما يعملوا تحاليل، فبتلاقي شخص ما عامل تحاليل اصلا لبعض انواع الفيتامينات بيروح بياخدها، كمان زيادتها هي ممكن تاثر سلبيا على الجسم. فخلينا نحكي انه انا بصير يكون عندي موجود فيتامينات شامله واخذها بشكل عشوائي، وكيفيه اخذها، لانه هلا بنشوف في ناس بتجيب علبه بتاخذ مثلا ممكن شهر تواظب عليها، شهر لا ترجع بعد شهر تاخذ من دون ما تعمل تحاليل، بتقول انا شو رح يصير، حبه الفيتامين ما بتضر. تمام. هلا هي في لها وجهين. الوجه الاول هو انه انا في عندي الفيتامينات اللي هي نحن بنسميها على الرف بالصيدليه، هي مسموح بيعها حتى برا وبكل العالم، مسموح بيعها بدون وصفات طبيه. ليش هي مثل شو؟ الفيتامينات الشاملة مثل فيتامينات بي ومعه فيتامين زي وسي، اللي بتيجي نسب قليلة تماما فيها. هي ملتي فيتامينز بتجي اصلا هي نسبة قليلة، ما أنا هذا العلاج الابر تمام. بس في حتى هي في عندي مشكلة لما انا بيجي شخص مثلا انا بقول له بالصيدلية لازم تاخذ من هي العلبة مرة يوميا، بيجي هو بياخذ 3 مرات يوميا، هون بتصير مشكلة. اي عم بزيادة يعني تماماً. زيادة الخير. اي تماما. فهون بتصير، لا هون بتصير مشكلة اكيد. وحتى انا بعرف يعني اشخاص شخصيا مثلا كبار بالعمر على قد ما يخافوا عليهم اولادهم يعطوهم فيتامين بي 12 مشان الاعصاب، صار معهم انحلال اعصاب، ما عم بيقدروا يقوموا يوقفوا على رجليهم من زياده الفيتامين بي. طبعا من زياده الفيتامين. فانا ما بيصير انا اخذ بشكل اعتباطي وقد ما بدي، وهي بالاخير لا، حتى الاكل انا اذا بزيد من شغله يعني بنضر، فكيف الدواء؟ فنحن لازم يكون هذا الشيء عندنا وعي فيه، ناخذ بنسب معينه، ودائما انا دائما بقول الافضل ناخده غذائيا طالما نحن بنقدر انه نحن كل يوم يكون في عنا سلطه بالخضروات الداكنه، هي اكثر شيء فيها، وفواكه وهالقصص، واوكي فينا ومضادات اكسده مثل قلت لك هلا انه مثلا زنجبيل وشاي اخضر وهالقصص، اوكي بناخذ حبه فيتامين سي ما بتعمل شيء ما بتعمل شيء. فانا برايي انه نحن نتوجه اكثر على الموضوع الطبيعي، وحتى برا هلا كل المعامل عم تتوجه على الادويه اللي هي طبيعيه، ما بقى رحنا على الادويه الصناعيه كثير. فنحن فينا نحن بحالنا نرفع مناعتنا بدون ما نحن نشتري ادويه، واصلا صارت كثير مكلفه أكيد. الفيتامينات وهيك، وفينا نحن نعوض طبيعيا اكيد. دكتوره سامه، خلينا نحكي كمان اليوم شو الادويه اللي لازم مثل ما بيقولوا يكون خط احمر تناولها من دون استشاره طبيب، وشو الادويه خليني اقول اللي هي لها تواريخ معينه لازم كمان ننتبه عليها وقت تكون موجودة، مثل المراهم، الأطراط وما إلى ذلك. تمام. هلأ أول شغلة بالنسبة للتاريخ الصلاحية،
أهم شيء أكثر شيء بينتزع هو قطرات العينية. يعني هي بكل منزل لازم، أنا أصلاً بشتريها وقت الحالة، أنا بيصير في عندي التهاب، بيصير في عندي، بس تنفتح ما بيصير. أنا يعني بدي أخلص قديش قال لي الدكتور 7 أيام وبتخلص منه، لأنه نحن شو بيصير، منجيبها ومنسكرها والله عليم إمتى بترجع تلتهب العين، بعد 6 شهور، بعد سنة نرجع نستخدمها نفسها. هي قدي مدة صلاحيتها بعد فتحها؟ هلأ بعد فتحة في عنا أنا بنصح بأسبوعين بس، ويعني هلأ بيقولوا أنه بتضل إذا مسكرة 3 شهور، أنا بنصح بأسبوعين تضل عنا بس. إيه بس يعني القطرات العينية كتير موضوع حساس، العين هي عقيمة جدا جدا جدا، ويعني لازم نكون كتير حذرين بهذا. كتير لازم نكون حذرين. طيب في قطرات اللي هي اليومية اللي بيستخدمها الشخص، اللي هي الغسول اليومي، طبعا اللي بيكون عندهم جفاف أو بسبب القعدة على الشاشات لفترات طويلة أو أعراض أخرى، طبعا كمان صلاحيتها أسبوعين؟ نفس الشيء. ليش؟ لأنه أنا لما عم بفتحها عم لامسها للقطرة، عم تتلوث، وعم تتلوث من المحيط أنا تبعي، عم تتلوث من إيدي، فهي نفس الشيء، أنا التلوث نفسه على هي، أو إذا كان فيها مادة دوائية مضاد التهاب أو مضاد حساسية، هي نفس الشيء. طيب كمان دكتورة، هلأ بخلال هي الفترة كتير عم نسمع، يمكن حتى على الإنترنت، في ناس بتقول أنه مدة صلاحية الدواء إذا خلص الدواء بيضل معه مدة صلاحية أخرى، وكل دواء بيفرق عن الثاني، وفي كتير ناس عم تجتهد إنه أنا ما لقيت من هذا الدواء موجود بالسوق مفقود، ولكن أنا عندي علبة صلى خالصة شهر أو شهرين، بقدر أخذها أو لا؟ تمام. هلأ هي كتير عليها مناقشات كتير. هلأ أنا بالصراحة بنصح إنه لا، نحن ما ناخده، لأنه ما في داعي إنه الواحد يعني يجرب بحاله انه يلا والله دواء التهاب بجرب اذا كان هو شغال او لا. هلا اوكي الخطوره ما انا كثير عاليه، يعني انا بقدر اقول لك الخطوره تبعها هي انه يكون الدواء الماده الفعاليه تخربت، فانت بتاخذي نسبه 50% بدل 100%. تمام. بس مثلا لما نحن عم نحكي على ادويه مهمه مثل مضاد حساسيه ومضاد التهاب وهدول القصص، انا صرت الجرعه ما عادت مضبوطه، يعني أنا ما عاد فيني أعرف أنه أنا لازم كل 8 ساعات كل 12 ساعة إمتى لازم أخده. فهي بس مثلا يعني نحن حتى بالصيدلية إذا بيجيب لي أنه مثلا دواء فيتامين بيقول لي والله خالص صار له كم يوم، بنقول له معلش تاخده يعني. أوكي. عرفتي بس يعني أيام قليلة مسموح فيها. أي تمام. بس أبدا ما بننصح أنه والله بيقول لي خالص من 3-4 شهور، لا ما بننصح أبدا أنه ياخده. أكيد. يعني اليوم نصائح متعددة أخذناها من حضرتك الدكتورة الصيدلانية سماناولو، بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك. وأكيد رح يكون لنا لقاءات قادمة نحكي فيها أكثر عن مواضيع تانية بتهم كل الناس. شكرا لك. شكرا.